معكم باسل مصطفى مدير مبيعات شركة أجاكس في الشرق الأوسط، واليوم نحن عم نعمل هذا الفيديو بناء على طلب عملاء شركة أجاكس لحتى نوضح لكم في طريقة عمل جهاز بريميرو. طبعا مثل ما انكم شايفين اجزاء الجهاز موجوده معي على الطاوله، والان راح نتعرف على مكونات الجهاز. اول شيء عندي الوحده الرئيسيه، عندي اقراص الباحث الكبير والوسط والصغير، عندي مسند الذراع، عندي الماسحه الارضيه والحساس البعيد المدى، عندي المجسات الارضيه، علبه التوصيل، السماعات، الحساس الجراديو سمارت، شاحن السياره وشاحن العادي وكابلات التوصيل. مثل ما خبرتكم نحن اليوم راح نعمل تجارب عملية على طريقة استعمال جميع أنظمة جهاز البريميرو، ولهذا السبب نحن جبنا معنا مجموعة من المعادن مثل الذهب والفضة ومعادن عديمة القيمة لحتى نردمها بالأرض ونشوف طريقة استجابة الجهاز معها. تعالوا معنا خلينا نشوف كيف يستعمل الجهاز. طبعا نحن قمنا بعمل 3 حفر ورمزناها رموز A B C، ورح نقوم بردم معدن في كل حفرة بحيث أن نحط الذهب بالحفرة A والفضة بالحفرة B ومعدن عديم القيمة بالحفرة C، وحتى نعمل تجارب عملية على كل نظام من أنظمة أجاكس ونشوف كيف حيتجاوب جهاز بريميرو مع المعادن اللي ردمناها بالأرض. نحن عملنا الحفر 3 على عمق 70 سنتيمتر حتى ما تصعب عملية الحفر، ورح نقوم بالمرحلة الأولى بدفن المعدن الأول اللي هو الذهب في الحفرة A. الآن بدنا نشوف بعد ما ندفن باقي المعادن بالحفرة 3 طريقة استجابة الجهاز وطريقة عمل كل نظام من أنظمة جهاز بريميرو بكشف المعادن.